السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألكم الله مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده، اللهم آمين. كلمة ضعوها في ترجمة شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله، مرئية ومسموعة ومكتوبة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى لا يصلح معه أبدا أن تكون ترجمته في مثل هذه العجالة السريعة. الشيخ بفضل الله له جهد مبارك على ثغر عظيم، واحتاج إلى ترجمة ضافية وافية تليق بمقامه ومكانته، وأسأل الله جل وعلا أن يمتع الأمة ببقائه وعطائه، وأنا شخصيا أتقرب إلى الله بحبه وبالدعاء له، وأسأل الله أن ينفع به وأن يتقبل منا ومنه هذا المبارك لدين الله، وأن لا يحرمنا فضله وأجره، وأن يجمعنا بسيد الدعاة في الدوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه. نصيحة لي ولطلبة العلم في دقيقة: اجتهدوا في الطلب ولا تفارقوا مجالس العلم أبدا لأي سبب، واحرصوا على مراجعة وتثبيت القرآن، ولا تنسوا أنفسكم من خلوة في قيام الليل بين يدي الله جل وعلا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم. جزاك الله كل خير وأحسن الله إليكم، ودمتم في أمان الله وصدعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.